واحد، السلام عليكم. الحمد لله وصلت الأوتيل. عاد دخلت دابا حدا الغرب، حدا الغرب. المهم سيعطيو هادشي. المرايه تبارك الله كبيره. السيشوار الحمد لله ما جبت السيشوار ديالي. هانتوما كتشوفوا هاد الدوش، فيه شاور جيل، فيه الكريم، حاشاكم تواليت مختلفة على سميتو. وهنايا أول ما دخلت لقيت الباب مسدود لأنه كان الضو طافي، لأنه هكذا أول ما دخلت دخلة هكا. هانتوما كتشوفوا باقا لابسة سبرديلتي. هنا سحب لي جوج الفراشات تخلعت، أتاري هو راه غير مراية باش تشوفوا الدوخة ديال النعاس. المهم هذه خزانة، ها هي. بغيت نشوف واش هذا فيه السرجم. وي فيه، مازال ما شفتش، مازال ما شفتش شنو كاين. كاين بالكون، كاين بالكون. المهم ما فيش دابا ما يتشاف في هذا الليل. نسدو، كاين ريدو. ها بيت النعاس ديالي دايرين فيها التصويره هذه زوينه. حاطين الفوطه هنايا ديال الحمام وحاطين فيها هذه زعما مرحبا والف مرحبا. اس دي سيا ال سوموس تيم، يعني طاقم السوموس اوتيل. فيليس استانسيا، يعني ما نعرف تنقلب عليها مازال ما عرفتش. المهم ها التليفون. المهم الباص اللي جينا فيه غزال، جينا فيه كار ديال السفر. عجبتني هاد الصويره هادي وهاد لوغونج هذا جاي مع الديكور هكاك ديال الحمام. ها نتوما كاين تلفزيون، حاطين لينا الماء، كرسي، الصاك ديالي تقطع مسكين، تقطعت له هذيك البطياره بحال اللي قلت لكم. المهم حاطين لنا كيكه هنا، حاطين هنايا القهوه. صراحه بيني وبينكم باغ واحد القهوه هنا والله. وهنا حاطين فريجيدير ما عرفت شنو فيها، انا عاد نحلها قدامكم. ها هي خاويه لا باشي واحد يحط شي حاجه. المهم حاطين لنا الماء. المهم الريستورون سد الحمد لله، انا تعشيت في كوبنهاغن، الريستورون سد وما غاديش نقدر ندوش. انا باقا بحوايجي، باقا بسبرديتي، باقا بسروالي، باقا بتريكوياتي، باقا بحوايجي كاملين. يلا جيت حالة 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 الله، دابست معاهم في المطار بحال العادة على ود التأخر اللي أخرونا بزاف كاع أكثر من القياس. قدر ناخد دوش والله ما نعرف. والحاجة اللي زوينة حيت أنا واخدة لوطيل، واخدة فطور، واخدة فطور واخدة العشاء. هذه الشنطه الثانيه اللي شريت حيت خرجتني كبيره بزاف، مشيت شريت هذه صغيره ميديوم. المهم تكرفصات لي جرحات، تكرفصات اي ضربات 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 يا لطيف وغاليه. ما علينا، المهم انا راه دريت اصلا ماشي غير شنطه. قلت لكم عاد هضر معايا دابا السيد في لوطيل هنا، تحط الفوطات شتيو هانتوما، وعاد الفوطه الاخرى ديال السبا. قال لي بانه نقدر بحال دابا نقدر ندير واحد القضيه بحال دابا الا كنت غنمشي لبرشلونه، غنهبط لبرشلونه وغادي نتعطل في العشيه بدل ما نتعشى في الاوتيل نبدلو الغداء. هذه عجبتني بحال دابا الا كنت غادي نمشي مع الجوج وعارفه راسي غنرجع مع العشره من برشلونه. في هذه الحاله هذه نقدر نبدل ما بين العشاء نردو غدا صافي. المهم من 7 الصباح وانا فايقه
وما بغاش ناخد كده النعاس، وغادي نشرب واحد القهوه وغادي نسهر مع راسي. دابا انا في الحريه التامه، ما كاين لا مدرسه لا فياق لا الارم لا حتى شي حاجه. المهم عجبني لوطيل، فيه الكليما، فيه كل شيء، فيه لابيسين، فيه الساونا، فيه كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. قال لي فيه كل شيء، الحمد لله، يعني الواحد يرتاح. انا كنبغي بانيو ملي كنسافر صراحه، كنبغي نستعمل البانيو، ولكن ما كاينش، ماشي مشكل، كاين غير الدوش. وتبارك الله النظافه ما نقولكمش، هانتوما زعما ما شاء الله. غير هو قال لك سيدي غريبه عنده، ماشي بحال اوتو الكولون او الاوتولات الاخرين اللي كنت كنمشي لهم. قال لك هذا للسيمانه 20 يورو هذا، وناخذ ونعطي 10 ديبوزيت يورو. ايوا ما نعرف شنو غادي ندير، ايضا يعني جاتني في شي شكل. حنا دائما كناخذو لي زوطيل، كناخذوهم بكلشي ليهم. هادشي اللي كاين. المهم دابا ناخذ واحد الكاس ديال القهوه، وخرجاني نعاس، ما بغيتش نضيع النهار هذا. بغيت ناخذ كاس ديال القهوه ونشوف ونتفرج شي شويه في التلفزيون. هادشي اللي كاين. المهم نقول لكم في هذه الأجواء الرائعة نقول لكم تصبحوا على خير. باي باي. المهم هذه اللي عجبتني في هذه القضية، هذه انه بصراحة كان نفسي في القهوة والله، وما قدرتش ناخذها في المطار لانه كنت كنساين الشيفور اللي غادي يجي باش يجيبني. خفت لنتوه عليه، هذاك الشيء علاش. فدابا جاء وقتها، واخا راه هذه الوحده ونص، ولكن ماشي مشكل نهائيا، لانه دابا انا في عطله فما تهمش. حاطين حتى الخريطه اللي بغى يشوف هنا الخريطه، اللي بغى يسافر واللي بغى وستيلو هوتيل جروب سوموس هوتيلز دوت كوم بينيدا. مهم فيه هادشي ديال الويلدنس ديالهم، ديال الساونا وماشي الساونا وديك التخربيق. المهم هادشي اللي كاين. المهم عجبتني البيت بزاف بزاف بزاف، بواحد الطريقه روعه. اللون ديالها، انا يعني انا شفت اوضيلات زوينين صراحه اكثر كاع من هكذا. خمس نجوم، هذا اربع نجوم، هذا كاتخ اتوال، ولكن عجبني اللون كيفاش منسقين صراحه. اش نقول لكم، الله عجبني 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 بزاف. نرجع من بعد نغلي الماء ونشوف، نشرب كاس ديال القهوه ونحط التلفزيون ونرتاح. غدا عاد غنكتشف المنطقه، حيت وصلت في الليل، فما عنديش كي غادي ندير. المهم عطاوني الفطور، قال لك لغايه العشرة والعشاء لغايه 9 الليل. هادشي اللي زوين. يس، المهم في امان لله الساعه. المهم باش نسالي هاد الفيديو ديال بيت النعاس، هادو راه كادو، هاد البوشيت كادو، وهذا راه كادو ستيلو، وهذه راه كادو. عاد اكتشفت الحقيقه، وحاطين لنا حتى الخريطه باش نمشيو ونجيو. وهذه ها هي راه جديده، هذه كادو منهم مع ستيلو مع البوشيت. داكشي عاد فكرت انا، قلت كيفاش داروا ليها. وها القهوه ديالي كنشربها غزاله ما شاء الله صراحه، كنت محتاجه ليها بزاف بزاف. راني تسطيت في هذا الليل والله الا تسطيت. جيت كنقلب هادو ولقيت هذه غير هذيك اللي كنديروها في الشعر باش كنتحممو البوني، وهذا مجرد كلينكس بحال دابا الا كنت خارج غادي نديه معايا. او هذا البوشيت هذا زوين، المطر هو صراحه زوين المطر، لكن واحد هذا قريت عليه بلاتي نقول لكم فين هو. الشامبو مكتوب عليه، هي الشامبو
بالاسباني الشامبو. هذا كريم بادي ميلك، بادي ميلك ماشي بادي كريم. هذا هير كونديشنر، اكنديسيونادور مهم. هذا بادي ميلك اللي هو بحال كنقولوا الشاور جيل، هي مكتوب عليها اكوا جليري شنو دي سيتي سيتي ريل مهم زي ما راه فهمنا جليسيرين داكشي. المهم غدا عاد نكتشف هذا الموضوع لانه الصراحه ما نقدرش ناخذوش دابا. رجع في الله دابا غادي نشرب قهوه وغنتفرج في التلفزيون حتى نعس ونفيق على خاطري، ما عنديش حتى شي مشكل. وهذه زوينه ديرينها هكذا بحال اللمبه الا بغيت ان الا بغيت نقرا ونشوف شي حاجه نطفي الكبيره ونشعل هادي مثلا شتو ونشعل هادي او 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 شتو اللي بغى يقرا شي كتاب دايرينها زعما هما اجمال الاوروبيين اللي تيقراو ب ماشي حنايا. المهم شي اللي كاين فاصل ونواصل باذن الله. المهم فين ما كنلقى شي حاجه هكا كنعاود نوريها لكم وصافي.